أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تواصل نموها على كافة المستويات. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة السفير تيرثا راجواكلي سفير نيبال لدى مملكة البحرين، حيث رحب سموه بسعادة السفير بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده متمنيا له التوفيق في أداء مهامه، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بنيبال وتعزيز فرص التعاون المشتركة بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير نيبال عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يوليه سموه من دعم واهتمام بتطوير أواصر التعاون المشترك بين البلدين متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.